السلام عليكم. سوف لا أطيل في تدخلي هذا، فهناك جوانب متعددة جاءت في المداخلات الثمينة التي قدمت لمجمع وكم جميل، ولذلك أطلب منكم أن تسمحوا لي بإثارة ذكريات حميمة تربطني بالأخ محمد اليزغي وبعائلته، وسأخذ ثلاث جوانب سريعة. الجانب الأول وهو جانب الفكري الذي يتمتع به محمد اليزغي، هذه جوانب هذا العمق الفكري لسي محمد اليزغي فيه جوج ديال المسائل الأساسية. الأول وهو أنه عنده قدرة كبيرة في سرعة البديهة، يعني لو دون دو لا ريبارتي دو لا بون ريبارتي يا رابيد ريبارتي. هاد الصفة أثرت فيه وأثرت على مساره السياسي في مستويات متعددة، لأنه كان ولا زال يتمكن من الجدل ومن النقاش ومن إبداء الأفكار ومن معارضه، ولكن بطريقة اللي هي طريقة أخلاقية، طريقة جميلة وطريقة مؤثرة. العامل الثاني من الناحية الفكرية هو أن محمد اليزغي كان من القلائل، يعني الناس الذي كانت عندي معهم علاقة من ناحية القراءة، والقراءة العميقة لا ليس في الروايات الرائدة، ولكن في العمق، في تاريخ هذا البلد. ولذلك تعلمت منه أشياء كثيرة، أذكر منها شيئا واحدا، وهو أن في مذكرتي معه حول تطور الحكم السلطاني تاريخيا، فأشار إلى شيء كنت لا أعرفه، وهو التغيير الذي حصل خلال سلطنة مولاي إسماعيل عند الفاسيين. الفاسيين نظرا لوضعية الطرق حينذاك اللي كان فيها الغيث إلى آخره، كانت تتنقل على ظهر الخيول، ولكن لما جاء مولاي إسماعيل وكان يعني رجل طاغية، ولكنه كان مفكرا سياسيا، وبما أن الخيل كانت تعد يعني من الوسائل الحربية، ولذلك منع الفاسيين من ركوب الخيل وأتاح لهم فقط ركوب البغال. إذن
يمكن لي أن أعدد يعني محطات حقيقة مهمة بالنسبة لي لفهم ماهية التاريخ وكيف يمكن الإنسان أن يؤول مسائل التي تبدو كأنها مسائل يعني عادية ولا أثر لها في تطور الحكم داخل المدينة. الجانب الثاني جانب سياسي، وهنا حقيقة أشكر كامل الشكر سي محمد اليازغي خلال توليه وزارة التعمير والمناجمان التريتوار أنه أدى لهذه البلد يعني شيئا لا يشعر به العاديون، ولكنه في أساس كل محاولة رائدة تريد تحول هذا البلد، وهو حسه بالمجال وبضرورة يعني دراسة معمقة لجميع أطراف المغرب في تغيرها وفي إمكاناتها المتعددة، ولذلك أحاط نفسه بطاقم مهم كان من جملة متواجدين فيه محمد عامر الصوافي الذي كان مسؤولا مباشرا على هذا المنحة، وكذلك بعض الخبراء الذين كانت عندهم معرفة دقيقة، بحيث هناك تصور لتطور هذا البلد، ولكن مع الأسف وهذا يحدث في جميع التغيرات الحكومية أن كل هذا العطاء من ناحية نتاع المعرفة العميقة التطور ديال البلاد ظل جانبا في رفاف لا يعني يعمل به أحد، ولا بينما لحد الساعة هناك وزارة تسمى لمناجمان تريتوار، ولكن على ما يبدو أن هذا شيء يظل جانبا. القضية الجانب الثالث، واسمحوا لي بأنه جانب يتعلق بعائلتين، عائلة السي محمد الصغير وبعائلة محمد الناصري. سوف أذكر حدثا حصل السي محمد الصغير وكان له تأثير بطبيعة الحال من ناحية سياسية، ولكنه كان تأثير كذلك على صحته وعلى يعني مساره، وكذلك كان له تأثير ورجع يعني عند الجميع، لأن الغاية من هذا الحدث وهو كانت تصفيته. إذن الجميع يعلم بهذا الحدث، حدث انفجار قنبلة داخل الباري، ولكن لا يعرف التفاصيل التي حصلت، ولذلك أتكلم عن ارتباط العائلتين. عندي بنت اسمها يمامة، سميتها بهذا الاسم تيمنا باليمامة التي حصنت النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. يمامة كانت تنتقل من دور جامع، كانت هناك المدرسة البدائية، إلى المنزل، إلى منزلي الذي يقع بالقرب
مش شريعة النصر، ولكنها هذا اليوم بالذات توقفت لأول مرة في دار سي محمد اليزغري للسلام عليه والسلام على سودة. فلما دخلت البيت سي محمد اليزغري بلطفه المعهود أخذ يداعبها ويتكلم. حين ذاك كان سي محمد اليزغري بطور حل هذا الطرد وكان جالسا، ولكن ما دخلت إماما قام وترك الطرد جانبا ووقف يتكلم معها إلى آخر ذلك. إماما ذكرتنا بأنها خافت أن تتأخر عن موعد وصولها إلى البيت، فقالت لسعدة عافاك غادي نمشي الله يهنيكم. حين ذاك سي محمد اليزغري فتح الطرد واقفا، ولذلك أصابه بطبيعة الحال في البطن قبل كل شيء. ولو حصل أنه يعني فتحه وهو جالس لكان القضاء عليه يعني بدون شك. بالإضافة إلى ذلك كانت حقيقة يعني الإرادة لتصفية سي محمد اليزغري واضحة، لأن أمام البيت كان هناك بوليس الذي قدم خدماته لينقله إلى المشفى، ولكن هنا لعب الدور كذلك العائلة ديال بلافروج التي رفضت ذلك وقامت بطبيعة الحال بإيصال سي محمد اليزغري إلى المستشفى. هذه ما أردت أن أقوله لكم، وعلاقتي بسي محمد اليزغري هي علاقة حقيقة كانت نسيج دائم من تبادل الأفكار والمواقف، ولو كنا في بعض الأحيان لا نتفق خاصة في المجال السياسي أو حتى في المجال الفكري. ما في المجال السياسي أنا أتذكر أن كان لي موقف في ظروف خصوصية وكانت سعودة موافقة لرأيي ضد رأي سي محمد اليزغري، التي بطبيعة الحال كانت لها اعتبارات أخرى لا أعرفها، والتي أدت في آخر الأمر دائما إلى حد نوع من الاحترام، وأنا شخصيا أدين له بكثير من المسائل التي عشتها كمناضل داخل الاتحاد الاشتراكي.